حياكم الله مشاهدينا الكرام متابعي قناه الايام الفضائيه وحلقه جديده من برنامج الوسم. انا كرار حباب، فاصل قصير وفقره فيس تو فيس، خليكم ويانا لا حد يروح بعيد. اهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام في فقره فيس تو فيس، حيث الاخبار والمواضيع والاحداث والترندات المحليه والعربيه والعالميه اللي دائما ما تكون موجوده في برنامجنا برنامج الوسم. ولا مواضيعنا في هذه الفقره هو موضوع مهم جدا في البلد، خصوصا في العراق، في محافظات العراق دائما ما تطلع لنا اخبار عن عدد اصابات معينه، عن عدد وفيات معينه، ما نعرف الاحصائيه الحقيقيه ايش قد، ما نعرف شنو هذا المرض، شنو اللي يسببه، شنو يعني الوقايه من المرض، شلون تكون المستلزمات اللي على الشخص انه ياخذها، الشغلات اللي يبتعد عليها، ما نعرف شنو اللي هو مرض الحمى النزفيه. بحيث طلع خبر في مواقع التواصل الاجتماعي على انه وزاره الصحه تسجل 377 إصابة بمرض الحمى النزفية في عموم البلاد. بصراحة احنا يعني لحد الآن نجهل هذا المرض شنو وتفاصيله، شنو ومعدي او غير معدي، شنو الجهات او الشغلات اللي تسبب هذا المرض، ما لحد الآن امور مبهمة. لذلك احنا نقول دائما انه الوقاية، دائما انه واحد ياخذ الحذر اذا المرض من 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 يجي من كائن معين يجب الابتعاد عنه، اذا يجي من شغلات معينة لازم نبتعد عليها. فاحنا اكيد راح نسولف اكثر بخصوص هذا الموضوع. بعد قليل راح يجينا اتصال هاتفي مهم من وزارة الصحة وراح نستفهم اكثر، يعني ان شاء الله نحاول نأمن الاتصال وان شاء الله يكون التفاصيل وكل الامور واضحه امامكم. خليني اخذ الموضوع وتفاصيل اللي صار. الصحه العراقيه تسجيل 377 اصابه بمرض الحمى النزفيه في عموم البلاد. يعني ما اعرف انا هسه هو هذا يعني التفاصيل اللي اريد نتحدث بيها، اذا كان هو من حيوان معين اجلكم الله يسبب هذا المرض، فأعتقد الموضوع سهل، لابد أنه أكو علاج، لابد من أكو شغلات أفضل من أنه واحد ينصاب، أنه شغلات واحد يسويها، فد أدوية، فد مستلزمات ممكن يخليها يضحى بالمكان اللي يعمل به، حتى واحد يعني ما يتمرض بهذا المرض، ما يصاب بهذا المرض. يعني إحنا مثل ما جاي تشوفون مرت علينا في فترة سابقة مرض يعني وباء كورونا، وكان يعني دمار للبشرية، هلاك للبشرية. يعني الناس عزلت، الدول عزلت، المطارات أغلقت، الأسواقات، ماكو شيء بقى بالعالم، المريض ينحجر وما حد يوصل له، واللي يموت يدفنوا جوا القاع بخمس أمتار مدري ايش قد، ومقبرة خاء، وكل هذا اللي صار سابقا وانتو كنتوا شاهدين عليه، لانه صار في وقت يعني قريب 2021، احنا تقريبا نهايتها طلعنا من هذا المرض، وهو بدا من نهاية 2019. فالمرض استمر بالعراق، وخصوصا في البلدان الباقية بالعالم كله. لذلك يا اخوان احنا نقول دائما الوقاية، نحاول نقول انه احنا دائما لازم يعني شوية نبتعد عن هذه المواضيع. خلينا نشوف التعليقات بخصوص هذا الموضوع. محمد يقول يا ستار شلون يعني صار هواية ما مسوين بامية قضيناها فاصوليا وتبسي، انت تقصد يعني يجي من اللحم، فانت متري ستة هذا همك، العالم ما تدري هذا المرض ايش راح يسوي بيها، انت همك باميه لو فاصوليا لو تبسي، الله اكبر عليك. حيدر يقول اشتغلت رحمة الله، هو انا صار حمى نزفيه بيه من الحر. ما راضي حيدر، ما راضي
مرض خطير وهذا معدي ما يرضى علي حيدر، ما يرضى يعني، ما اعرف ليش. احمد يقول اي شخص يصاب بالحمى النزفية عليه ان يقيم دعوة قضائية على وزير الزراعة زين، ووزير المالية زين، ورئيس الوزراء زين، لان هم السبب الرئيسي اللي خلوا المستوصفات البيطرية فارغة من الاطباء البيطريين وكل ما تحكي وياهم يقول لك ما نحتاج ومسيطرين على الوضع. والله يا احمد ما اعتقد المستوصفات يعني البيطرية فارغة من الاطباء، يعني ما اعتقد يعني هذا الموضوع دائما انا اسمع واشوف انه اكو مستوصف بيطري باطباء يعني قابل شنو الموجودين بيه شنو يعني شو يشتغلون، فهذه الفرضية انه ما ارجحها. رسمي يقول كلها شائعات، وزارة الصحة تريد تصرف وصولات وهمية خاصة بالحمى النزفية. خلي نسولف اكثر بموضوعنا. عندنا اتصال هاتفي من الدكتورة ربا فلاح حسن من وزارة الصحة، من اعلام وزارة الصحة. اهلا وسهلا بيج دكتورة ربا. مساء الخير عليكم على كل مشاهديكم الكرام الكريمة، شكرا لمتابعتكم الاخبار الصحيه والبحث الصحيه خصوصا الامراض الانتقاليه لا سيما مرض الحمى النزفيه. اهلا بيج دكتوره ربا. دكتوره بصراحه احنا نريد بالبدايه تفهمينا هذا المرض معدي او غير معدي، منين يجي، شنو الشغلات اللي تسبب هذا المرض، بعدها نستكمل حديثنا. تسمعيني دكتورة؟ اعتقد الاتصال انقطع. طبعا راح نعاود الاتصال بالدكتورة ربا. خلينا نستكمل التعليقات بين ما نأمن الاتصال. يقول كلها شائعات، وزارة الصحة تريد تصرف وصولات وهمية خاصة بالحمى النزفية. هنا أنا يعني ما اعتقد انه اكو وزارة بالعالم لو دولة بالعالم تأذي شعبها على مود تصرف وصولات، يعني اكو ابواب للسرقه كثيره غير انه يقولون مرض وحمى وغيرها من هاي السوالف. فاعتقد هاي نظريه المؤامره بعيده كل البعد عن الواقع. ما اعتقد اكو هيك نظريه بالعالم انه والله انا على مود اصرف وصولات وهميه خاصه انا اقول اكو مرض اسمه الحمى النزفيه واكو مصابين. ما هو اوريدي اكو ناس جاي تنصاب، والاحصائيه تقول لك 377 شخص. زين طبعا رجعنا الاتصال هاتفي من الدكتوره ربا. دكتوره اهلا وسهلا بيك من جديد. مساء الخير عليكم على كل المشاهدين الكرام، شكرا لمشاركتكم الكريمه وشكرا لاهتمامكم بالاخبار الصحيه او الملفات الصحيه خصوصا الامراض الانتقاليه لا سيما مرض الحمى النزفيه. شكرا دكتوره. دكتوره انا بالبدايه مثل ما تعرفين اريد اعرف انه فقط المرض شنو المسببات له، منين يجي، هل هو معدي او لا، فهمينا شويه عن هذا المرض وبعدها نستكمل حوارنا. بالتاكيد يعني مرض الحمى النزفيه من ما حمى يبدا بالحمى ممكن انه ينتهي في النزف في حال انه الشخص اللي ظهرت عليه اعراض ولم يذهب الى المؤسسات الصحية سواء مركز صحي أو مستشفى ممكن تؤدي إلى مضاعفات منها النزف وبعدها إلى الوفاة. طبعا هو مرض فيروسي واسع الانتشار، يسبب فيروس تحمل حشرة الحراج. طبعا هذه نتيجة لدغة هذه حشرة الحراج المصابة بالفيروس سواء للحيوان أو الإنسان راح تنقل المرض. مجرد ما نقلت المرض راح تؤدي إلى ظهور أعراض تعتمد طبعا فترة الحضانة على مصدر الفيروس، هذا تتراوح من يوم إلى 6 أيام، هذه بعد لدغة حشرة الحراج، ومن 5 إلى 6 أيام بعد الاتصال المباشر بالدم الملوث. هذه الأعراض لهذا المرض تشمل الحمى، الصداع، آلام العضلات، الشعور مثلا بالغثيان، الإسهال ممكن، وممكن انه يتفاقم المرض في حال انه ما رمز الشخص في المؤسسات الصحية طول دور أعراض ممكن يؤدي الى مضاعفات ومنها الى النزف من فتحات الجسم مثل الانف، الفم، العين، الاذن وغيرها من فتحات الجسم المختلفه الاخرى.
وممكن يؤدي الى الوفاه. نسبه الوفاه طبعا تتراوح من 10 الى 40%. شيء طبعا الكل معرضه للاصابه، لكن اكثر الاصابه عرضه للاصابه هم القصابين والجزارين، نتيجه انهم يتعاملون مع الحيوانات او الماشيه قد تكون هذه مصابه، فبالتالي تنقلهم العدوى. زين. طبعا اكثر احصائيه للحمى النسبيه هي كانت تسجيل 377 اصابه، هذه بالحمى النسبيه في العراق، الوفيات 14% من معدل الاصابات. وطبعا كان اجتماع مهم جدا طبعا بحضور او بحضور السيد وزير الصحه الاستاذ الدكتور صالح الحفناوي، كان اجتماع اللجنه الوطنيه العليا للسيطره على مرض الحمى النسبيه، وطبعا بالتاكيد بحضور الجهات المعنيه اللي طبعا منها وزارات، وزاره الزراعه، وزاره البيئه، الاسكان، البلديات، دائره البيطره، الامانه العامه، امانه بغداد، الداخليه، جهاز الامن الوطني، وايضا الجهات السانده المعنيه. طبعا بالتاكيد خلال الاجتماع تم استعراض موقف الاصابات بالحمى النسبيه، ايضا من ناحيه اعداد الاصابات المسجله، من ناحيه الحالات الشفاء، من ناحيه الوفيات، وايضا الاجراءات المتخذه وكيفيه السيطره على الاصابات. ونحتاج احنا اكيد تعاون مشترك بين الجهات المعنيه بهذا الموضوع حتى نقدر نقلل من اعداد الاصابات وما ينتشر المرض ونكون في من العدوى. زين دكتوره، انت ذكرتي انه هذا المرض اكثر شيء يصاب بالجزارين والناس اللي تشتغل باللحوم والمواشي وغيرها. اكو شغلات ممكن تخلي هذول الاشخاص بوقايه من هذا المرض؟ اكو علاجات معينه، ادويه معينه ممكن انه تخليه ما ينصاب بهذا المرض؟ وجهتوهم، سويتوا لهم دورات تثقيفيه او حمله ميدانيه توجهوهم عن المرض، عن خطورته، انه لازم هيك تسوي، لازم تلبس مثلا كيف او ترش هذا العلاج، اكو هاي الامور صارت عندكم؟ طبعا اكيد، يعني من ناحيه الوقايه اكيد الوقايه هي المفروض من مهم في علاج. في لقاح خاص للحمى النسبيه لا يوجد لا للحيوان ولا للانسان. كعلاج اكيد يتم تقديمه بالمؤسسات الصحيه، وكثير من المصابين اللي دخلوا وشخصوا في بدايه ظهور اعراضهم للمرض تم معالجتهم والشفاء التام من المرض. لكن بالتاكيد يعني بعض من الحالات اللي للاسف احنا نتاسف على كل حاله وفاه تحدث، لكن اكيد نتيجه تاخير الشخص المصاب لزياره المؤسسات الصحيه سواء كان مركز صحي او مستشفى، هذا راح يكون اكثر من تشخيصه لانه وصل الى مراحل متقدمه من المرض. ايش قد صارت عندنا وفيات دكتوره؟ ومنها الى الوفاه. ايش قد صارت؟ لكن اكيد الوقايه من المرض راح تحمي من الاصابه، من ناحيه انه اول الخطوه هو الالتزام بالاجراءات الوقائيه، من ناحيه النظافه الشخصيه جدا مهمه، غسل اليدين جدا مهم، تتجنب الاتصال المباشر مع الحيوانات الحامله للقراش، احنا ما نعرف هل هاي الحيوانات مصابه ام لا، فبالتالي من نتعامل وياها نتعامل بحذر، نلبس الكفوف، نرتدي الملابس اللي هي تكون واقيه خصوصا بالضبط الجزارة. البدلات الواقيه نعم البدلات الواقيه اللي يلبسوها الجزارين نعم، ملابس واقيه خاصه يتم لبسها بالنسبه للجزارين والقصابين حتى يحمون نفسهم من الاصابه وتلوث، ايضا ممكن ينزل او ملابسه بالدم زين. ايضا ابتداء تكون ملابس الوان فاتحه حتى يكون يكثر رؤيه القراش، ايضا كذلك انه استخدام ارتداء ملابس مثل تكون الوان فاتحه، ارتداء حتى النظارات الواقيه، كذلك ايضا ارتداء الجزمات، ارتداء الكفوف، استخدام مواد كيميائيه لانه راح يكون صعب للحشرات. يعني كل هذه الامور المسؤوله الاكثر هي وزاره الزراعه من ناحيه رصد الحشريه، مكافحه الحيوانات، مكافحه الحشره النافله، زين ايضا معالجه حيوانات الاصابه،
جدا مهمه حتى تقلل من اعداد الاصابات. زين دكتوره، انا ما اريد اطيل عليك اكثر، بس اريد اعرف شغلتين. اول وحده ايش قد عدد الوفيات اللي صارت؟ الشغله الثانيه، هل هذا المرض ممكن يصير وباء نفس ما صار في وباء كورونا ام لا؟ طبعا بالنسبه للاعداد لحد الان هو الوفيات لا تزال دون المستويات العالميه المحدده، يعني تقريبا 14% من معدل الاصابات، لكن اكيد احنا نحتاج من جهود الجميع، تضافر جهود الجميع للسيطره على الاصابات، ايضا من ناحيه التوعيه، من ناحيه التثبيت الصحي، منع الجذر العشوائي، ايضا منع تربيه الحيوانات خصوصا القريبه من الاماكن السكنيه، هاي اكيد تزيد من اعداد الاصابات، ايضا نشتري اللحوم من مصادر موثوقه، هذا كل الكلام حتى يقلل ايضا من احتماليه الاصابه، فبالتالي نحتاج الى السيطره على هذا الموضوع من خلال التزامنا بالاجراءات الوقائيه، ايضا من خلال التثقيف الصحي، اكيد فرقنا الصحي المستمره بتثقيف وتوعيه. دكتوره حتى من تشعب اكثر ممكن يصير وباء هذا المرض؟ نعم ممكن يصير وباء وينتشر مثل ما انتشر كورونا؟ نقدر نسيطر عليه ونقدر نسيطر عليه اكثر بالتزام الجميع بالاجراءات الوقائيه. جيد جدا. لكن حاليا الوضع مسيطر عليه، الوفيات ما زالت دون المستويات العالميه المحدوده. اكيد انا اشكرك شكر جزيل لانه فهمتينا ونورتينا بهواي شغلات ما كنا نعرفها لنا وللساده المشاهدين. شكرا لك دكتوره ربا، وان شاء الله تحاولون تسيطرون اكثر على هذا المرض، وان شاء الله ما نلقى اي مواطنين مصابين بهذا المرض مستقبلا. مشاهدين الكرام، هذا كان موضوعنا الاول اللي مثل ما شفتوا انه هو يخص مرض الحمى النزفيه اللي حاليا منتشر بصورة كبيرة بالبلد، لأنه مثل ما تعرفون هذا المرض حسب ما ذكرت الدكتورة أنه هو يجي من خلال يعني نحكيها بالدارج، القصابين واللي يشتغلون باللحوم والمواشي وهذا الأمور، فأكو حشرة هي اللي تسبب هذا الموضوع. فإحنا نطالب الأخوة القصابين أنه هاي أرواحكم وهاي أرواح المواطنين الآخرين، انتم مثل ما شفتوا هاي التعليمات، ارتدي الكف، ارتدي البدله، ارتدي الكمامه، ارتدي الجزامه، هاي شغلات بسيطه، ودائما النظافه تكون دوريه، يعني اغسل ايديك، نظف المحل، نظف المكان اللي انت بيه، هاي الغراض، الاجهزه، هاي المثرامه وغيرها، السكاكين، الشغلات هذا بالنهايه هي يعني هي الكم، زين؟ هواي طبعا احنا دائما نقول انه انتم شريحة مهمة في البلد، يعني بالوطن كله، يعني انتو لازم واحد يشتري لحم، بالنهاية وين يروح؟ بكل شيء يدخل اللحم، حتى بالمرقة يدخل، فلازم احنا من نشتري من نجي نلجأ لأماكن نظيفة، وان شاء الله انتو بعد ما شفتوا هذا الموضوع وان شاء راح يعني تلتزمون أكثر، وان شاء الله الله يرزقكم وما نشوف هيك مرض مستقبلا. هذا كان موضوعنا الأول في فقرة فيس تو فيس. موضوعنا الثاني في هذه الفقرة هو موضوع دائما ما نتحدث به بس ما عندنا الإحصائية الحقيقية بهذا الموضوع، ألا وهو العدد الحقيقي لسكان العراق. دائما احنا ما عندنا الإحصائية، واحد يقول لك 35 مليون، واحد يقول لك 40 مليون، واحد يقول لك 45 مليون، واحد ينزل يقول لك 8، ما عندنا الإحصائية هاي. الإحصائية الحقيقية اللي طلعت من وزارة التخطيط، بس ما أعرف يعني هي طلعت من ما أعرف يعني من شنو، ما أعرف يعني من تعداد، من نسبة تقريبية. طبعا هاي الصورة تدل على أنه هي الزحمة، زين، هاي في إحدى شوارع بغداد، فالزحمة اللي جاية من هاي جاية من الناس اللي هواية، العدد السكان اللي هواية، اللي هو حسب وزارة التخطيط عدد سكان العراق للعام الحالي بلغ 43 مليون و 324 ألف نسمة. 43 مليون مواطن عراقي. خلينا نشوف الخبر وتفاصيله وأيضا الحشود
هذا المكان يوم جمعة، هذا مبين سوق الغزل، يعني مبين في الشورجة، هذا المكان مبين، وبالشتاء يعني سوق الغزل مبين، هذا سوق الغزل اللي تباع بالطيور والحيوانات هاي اللي هي يعني مال زينة وغيرها من الأمور، هي هاي تنباع بي. مرات حتى حياية يبيعون بعاد، يعني شكو شيء نادر يعني تلقاه موجود هنا، تجي بي شريحة معينة من الناس. المهم يقول عدد سكان العراق بلغ 43 مليون و 324 ألف نسمة، 43 مليون مواطن في العراق لهذا العام. بس أنا أريد أعرف يعني التعداد شلون صار، اتمنى من الجهات المعنيه توضح لنا التعداد اجى من يعني شلون، يعني نسبه تقريبيه لو 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 افتريتوا وعديتوا البيوت والمواطنين وغيرها، ما اعرف يعني، اتمنى اعرف شلون صار التعداد. المهم 43 مليون بعموم العراق، اما باقليم كردستان 7 ملايين، 7 ملايين في إقليم كردستان فقط، و 43 بعموم العراق، يعني هذا العدد، يعني هذا العدد من يعني شامل، يعني من ضمن ال 43 7 ملايين في إقليم كردستان، خلي على صفحة وتجي أنت هسه تحسب المحافظات، تحسب هواي عم إحنا ترى هواي كلش على بلد ما هو بالحجم الكبير، يعني احنا مو بقد مثلا بقد مساحة استراليا، لو بقد مساحة روسيا، لو بقد مساحة الصين، حتى عندنا هالقد عدد يعني هواي، هلا هلا شوية يعني. انا اتمنى يصير موضوع انه شوية بالزيادة السكانية، يعني اللي يتزوج مثلا ما يخلف لا 4 5 بعد، هذا هو 2 كافي، يعني مثل ما جاي يشوف العدد هواي، كلش هواي، لا 1 ولا 2 ولا. تعليقات ياسر يقول الله يحفظ العراق شعبا وأرضا، أما تعليق الآخر من صوت الطلبة يقول صوت طلبة العراق يقول اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. أما قاسم يقول وزارة التخطيط العراقية تارك التخطيط لمشاريع التنمية وتطور البلد، ورايح تخمن كم مواليد العراق، عدد سكان يضمن التعداد السكان للسكان، بس وين التعداد وليش ما يجروا ايش جاي تقول استاذ؟ اتمنى اعرف ايش جاي تقول يا استاذ قاسم. خالد الامين يقول هواي صاروا لحد يخلف بعد اطفال، هواي 1 كافي. أم عمر تقول شلون عرفت وزارة التخطيط بدون تعداد سكاني؟ شنو فتاح فال لو تقريبيا هذا العدد؟ يعني هي تقصد شلون عرفت وزارة التخطيط هذا، يعني شلون يعني عدد تقريبي لو فتاح فال؟ جاي تقولي نتي. هذا كان آخر تعليق بخصوص هذا الموضوع اللي هو موضوع وزارة التخطيط وعدد سكان العراق اللي بلغ 43 مليون مواطن في عموم البلاد. موضوعنا الثالث والأخير في هذه الفقرة هو موضوع رياضي للاعب كرة قدم، يعني اسمه لؤي ماجد العاني، يلعب بنادي الزوراء ولاعب منتخب أولمبي ووطني. لؤي صارت له قضية في الأيام اللي صارت، لؤي عانى من عملية نصب واحتيال في إحدى الصيرفات العراقية. شون الموضوع؟ لؤي استلم عقده من نادي الزوراء، نادي الزوراء العراقي اللي يلعب به لؤي العاني، استلم عقده راد يحوله الى المغرب. طبعا افهمكم ليش يحوله الى المغرب، لانه لؤي لاعب مغترب كان عايش في المغرب واجى الى
العراق ولعب بالمنتخب العراقي، ولكن أهله يعني هو والده عراقي وأمه مغربية، وأخيرا وأمه مغربية. فلؤي من إجا استلم المبلغ من نادي الزوراء قرر يحوله إلى أهله اللي موجودين هناك، فحول مبلغ وقدره 74 مليون دينار عراقي على أمل أنه يوصل للمغرب لأهله حتى يستلم والده، والمبلغ ما وصل إلى أهل لؤي العاني بسبب أنه صاحب الصيرفة اللي كان يتعامل ويا لؤي العاني أخذ المبلغ وراح سافر هج، ما أدري وين راح، شد وجذب ومواضيع وأخذ وعطى ومحامي وقضية وتدخلات وجيب وودي. قرروا انه وعدوه انه يرجعوا له المبلغ خلال ايام، فقلنا خلاص ممكن انحلت مشكله لؤي العاني، ولكن بعدها ظهر فيديو بتهديد لؤي العاني وعائلته. اللاعب لؤي العاني تم تهديده انه والله هيجي ما نسوي وهيجي دير بالك الطالب ودير بالك، طيب فانتشر الموضوع. فهنا كان تدخل من وزير الشباب والرياضة أحمد المبرقع، السيد أحمد المبرقع اتدخل بهذا الموضوع شخصيا، عاد مبلغ إلى لؤي وقدره 20,000 دولار من مبلغ 74 مليون دينار عراقي. طبعا خلينا نشوفكم التفاصيل أفضل حتى تعرفون شنو اللي صار. عاد مبلغ 20,000 دولار، ويوم 20 بالشهر الحالي راح يستلم المبلغ المتبقي. يقول لاعب نادي الزوراء لؤي العاني: أشكر معالي وزير الشباب والرياضة على وقوفه معي في قضية الأموال التي سلمت إلى أحد مكاتب الصيرفة، حيث اتصل بي السيد الوزير وكان متعاون جدا وموقفه مشرف جدا. يوم أمس استلمت مبلغ قدره 20,000 دولار، ويوم 20 من الشهر الحالي سوف أستلم المبلغ المتبقي، حيث تم توقيع ورقة لصاحب الصيرفة بحضور المحامي الخاص بي من أجل ضمان المبالغ المتبقية. وأخيرا استلم شوية من عدهن، وأخيرا هاي القضية اللي كانت قضية شائكة وكبيرة و صارت فيها هواي شغلات وتفاصيل قضية لؤي العاني. خلينا نشوف التعليقات. حمزة يقول: صدقني بعد ما تشوف. ليش بيش طالبة حمزة؟ بيش طالبة؟ ليش بعد ما يشوف الباقي؟ خليه يشوف الباقي يعني. حسن يقول: الحبيب حقك يرجع لك وعيونك كل العراقيين أهلك. ما هو أوردي عراقي ووالده عراقي ويلعب بنادي عراقي ويلعب بالمنتخب العراقي وساكن بالعراق، فيعني هو مجرد انه كان مغترب وعاد الى البلد، يعني عادي طبيعي، هو عراقي وابنه يعني. ابو فارس يقول: كلش همزين، كلش همزين فضت. هو يمكن يريد يهلهل كلش همزين فضت، لان مثل ما تعرفون انا قبل شوي سولفت لكم انه هي صارت قضيه راي عام، شد وجذب وغيرها. علي يقول: والله بعد تحلم تشوف. علي بيش طالبه يا معود؟ غير صار تدخل من الوزير وهذا. كن مختلف يقول: هاي سرقة في وضح النهار، يجب محاكمة صاحب الصيرفة بتهمة الاختلاس. لو عبن ما حد يندق بي. عبن شنو يعني؟ عبن عرف معنى كلمة عبن بقاموس اللغة العربية. عبن قال: لو عبن عنده ظهر ما حد يندق بي. منين جبت هاي عبن؟ هاي عبن وين يخلوها؟ عبن منين جبتها؟ بس فهمني. هذا كان اخر تعليق من عبن العفو، كن مختلفا بخصوص موضوع لؤي العاني. واخر موضوع في فقره فيس تو فيس مشاهدينا الكرام، فاصل قصير وفقره الترند تيوب، خليكم ويانا لا حد يروح بعيد. اهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام في فقره الترند تيوب، حيث تسوق او تقود المراه السياره يصبح
كل شيء. يعني ما ادري والله، المشكله يمكن صوت ابو الاسواق، يمكن. خلينا نشوف الفيديو. مشكله ام زين وخر انتبه وخر، شوف لي يا شلون فز خطيه الزلمه، شلون فز. شوف هو جاي يشرب له قطيه بيبسي، ما ادري جاي يسوي بل بهالحر هذا. ام زين شلون لو ما شارد كان صار فيه، لو داير وجهه على الشبس كان صار فيه، لو جاي يختار له شيء. طبعا تاكدنا انه كل الاشخاص ما بهم شيء سالمين، وحتى الامراه صاحبه السياره سالمه وما بها شيء، لذلك يعني خطيه هاي بمنطقه الاعظميه في قرب احد الاسواقات الشعبيه بشارع معين بامان الله، اسواق ورصيف. تجيني انت ترحل ليش؟ هذا شعر عدل، اروح امشي بيه عدل، ارجع على الرصيف ليش؟ يعني سالفة بيها انه. طبعا خلينا نشوف التعليقات حول هذا الفيديو اللي انتشر بصورة كبيرة جدا في مواقع التواصل الاجتماعي. زهرة تقول الحمد لله سرعتها مو قوية، وإلا كان صارت كارثة. اي والله يمكن كان صارت كارثة. زينب تقول هاي شلون وليش هيجي؟ والله يا زينب ما ادري ليش هيجي. هديل تقول صدق كذب، شكو هالسرعة؟ والله سئل النفس كم، شكو هالسرعة. سجاد يقول انا باع شلون كاتب متأكد، تعبت انا والله العظيم، باع شلون كاتب متأكد باع شلون كاتبها، راسي قام يوجعني بعد ما اقدر. ما شلون كاتب متأكد؟ انا متأكد قالت اكو واحد يفتح اسواق على الرصيف. الترجمة انا متأكد قالت له اكو واحد يفتح اسواق على الرصيف. انت متأكد؟ انا متأكد. انت متأكد؟ اذا انت متأكد انا متأكد. ميرزا يقول ميرزا محمد نصف المجتمع يقود السيارة، لا توجد مشكلة. نعم لا توجد مشكلة. هذا كان آخر تعليق بخصوص هذا الفيديو اللي أيضا انتشر بصورة كبيرة جدا في مواقع التواصل الاجتماعي. الفيديو الثاني خلينا نشوفه وراها نسولف. شنو بالله خلينا نعيد الفيديو ونشوف هو أول شيء ليش صاعد الجندي هذا، ليش صاعد فوق الكرفان، وخلينا نشوف الكرفان هذا مصنوع من شنو يعني، وليش صاعد فوق الكرفان، يعني ليش هو كراين هو اللي يجيب الكرفان ينزله، ليش خطية جندي صاعد فوقه، ليش يعني شنو ذنبه هذا صاعد فوقه، شنو ذنبه؟ هاك تفضل يعني غير نفتهم ووقع به الكرفان، هو جاي بوكلن يشيله ويوديه نقله من مكان الى مكان، الجندي صاعد فوق ليش تفضل. يعني ما ادري يعني شنو اللي مصعده، منو اللي قال له اصعد، منو اللي قال له، ما ادري. شغلات غريبه عجيبه تصير بالبلد، ما ادري شنو ما شنو. خلينا نشوف التعليقات ماذا كانت حول هذا الموضوع. جميل يقول لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، الحمد لله على سلامته. ابو محمد يقول حتى رافعه بها خير ما عندنا، الحمد لله والشكر. ما ادري والله ما ادري صدق رافعه ما عندنا. اي ادري متوازي يرحم والديك، الحمد لله على السلامة. اي متوازي ما ادري والله صدق هو متوازي ما ادري. جبار يقول شلون كرفان؟ شوفوا المتانة والرقي، الامر يتطلب تغريم صانعه 10 امثال قيمته والسلامة للجميع. هاي من انت تكون في شو اسمه يتغرم. احمد ناجي يقول ماكو داعي صاعد فوق الكرفان، بس الحمد لله الله لطف بحاله. اي والله يمكن ماكو داعي، يعني ليه صاعد؟ واعتقد ما لها داعي، ابدا ما لها داعي صعوده فوق الكرفان، ما له اي داعي. هذا كان اخر تعليق من احمد في يعني بهذا الفيديو. الفيديو اللي بعده
ايضا فيديو. دائما ما نتحدث احنا بخصوص هذا الموضوع، نتحدث نقول يا اخوان حياة الناس مو لعبة، يا اخوان حياة الناس مو لعبة. يطلع لك واحد فرحان معرس يحول المكان المنطقة اللي هو بيها الى جبهة، جبهة للقتال. تفضل. ما ادري، اريد اسكت، ما ارد احكي. المشكلة ما ارد احكي لان موقع حكي يعبر على هاي الهمجية والصلافة والناس اللي ما تخاف الله والما عندها مسؤولية، يرمي طلقات لانه فرحان ويدري كل الزين انه هاي الطلقة راح توقع لها على مسكين وتقتله. من شنو دماغكم متكون؟ من كوم حجار؟ من جلمود؟ من رمل؟ دماغك برمل غير افتهم؟ شايلين دماغك ومخلي لك راس بصل؟ انت فرحان تأذي الناس الباقية؟ عرس تحول ليات جبهة مال قتال؟ ايوه. ماكو دورية تمشي بهاي المنطقة؟ ماكو مركز شرطة قريب؟ ماكو معقولة؟ ما حد جاهم والقى القبض عليهم وخلاهم تارسين؟ كيف؟ ليش انت من تقرر انه انت تريد تحتفل تأذي الاخرين؟ انت تقتل لك نفس او تقتل لك بشر باحتفالك برمي ماتك. هشوف قدامكم يعني، شوف انواع الاسلحة، انواع الشغلات، انواع والله ما ادري شنو. هنشوف التعليقات بخصوص هذا الفيديو المؤلم. شوف شلون فرحان عماد يقول لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، سترك يا رب من كل شر ومكروه. عباس يقول وين قطاعات ماسكة الارض في تلك المنطقة؟ لو بس رواتب ونوم 10 بـ10 خطية تعب. السهلان يقول وزارة الداخلية عظم الله لكم الاجر. اما دلو يقول عليش واحد يحكي؟ ليش هذا اول مرة مثلا؟ هسه تلقي جماعة وجماعة وجماعة، الحكومة ما تقدر تحكي، بس يجي على الفقير يطبق القانون، بس ما تبقى ولا دوم لان ماكو شيء يبقى على وضعه. المهم افتهمتوا القصد، اهم شيء عندي انه انتم افتهمتوا القصد. بس نونة تقول بيكم خير، نشروا ناجدوا على اللي دا يصير بالعراق، قدرتوا على ذول الفقرة اللي ضربوكم طلقة سويتوها جبهة قتال؟ يعني تفضل من هالمال يعني هاي تفضل، يعني تفضل تفضل تفضل، شلون بكامل قواها العقلية تدافع عن اللي ظهروا بالفيديو؟ ليش يا نونة؟ ليش؟ ما ادري، ماكو شيء، ماكو شيء بشر. عيني عينك يدافع عن اللي صار وشفتوه بالفيديو. هذا كان اخر تعليق بخصوص هذا الفيديو، فيديو نونة اللي تدافع. الفيديو اللي بعده ما ادري، هذا شايل برود اعصاب ما شايلها بشر. راح اخليكم تشوفون الفيديو وراها انا اشرح لكم اللي صار. اللي صار شنو؟ اللي صار هذا حرامي وهذا حرامي جايين يبوقون المحل، هاي الاسواق. اجى هذا العينتين عطشان يريد يشتري له كوكا كولا، اجى اشترى وجاي يشوف هاي السرقه اللي جاي تصير. هو اجى دفع حساب وظل يشرب بالمحل كوكا كولا مالته وكانما شيء لم يكن. وقدامكم الحاله، حاسب فتح شراب وابو الاصفر وابو الازرق يبوقون يهددون بهم وهو ما له علاقه لا من قريب ولا من بعيد. يا رب شنو هالبرود اعصاب هذا الشايله انت؟ اعصابك ليش هيك بارده؟ غير نفتهم، غير يعني ما ادري. بعد هذول جاي يبوقون وطلعوا وهذا هو ولا كنا ولا يم الموضوع. ما ادري، ما شاء الله اعصابه بارده هذا.
ثلج هذا ثلج يعني عنده ثلج. خلينا نشوف بعض التعليقات حول هذا الفيديو. لور يقول هي مال مشاكل. جمان تقول حسباله كاميرا خفية. حسباله مو حسباله. اما تعليق اخر يقول بايع ومخلص، بايع ومخلص. افيندا تقول هذا اللي يسمونه لا تتدخل بشي ما يخصك. اما سمسم تقول هنيالة على هالاعصاب الباردة. صدق اعصاب باردة. اخر تعليق يقول هذا مطبق مقولة ابعد عن الشر وغني له. مشاهدين الكرام وصلنا الى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج الوسم، حتى ألتقيكم في الحلقة القادمة نقلكم في مال الله.